وصل وصل. السلام عليكم. ايه الجاكيته الحلوه قوي ده؟ الله ياخد بنت امك. جاكيته ايه ده؟ انت اللي حلو يا جوز بنتي. دي عينيك اللي حلوه يا حماد. جبت البطاقه يا ابن الاسم. احلى بطاقه في الدنيا يا معلم. اديها لمولانا. انت اتفضل يا مولانا. امال فين العروسه؟ فين ياما العروسه؟ ياما ايه؟ استعجليها. هي هستعجل العروسة. ترن ترن شرارة اهو. ترن ترن حبيبي اهو. تيريري خطابك كتير وقالولي تستاهل. ما تكتب يا مولانا البطاقة معايا كاملة البيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت عايزة تسمني عزوز. اه الحمد لله اللي انا بخير. الحمد لله. في ايه يا بت؟ ما تفرحي. بتعيطي ليه يا بت؟ مش عايزه اشتمك يا عروسه يا بت الجزمه يوم فرحك. احمدي ربنا انه بيسترك بدل ما تقعدي جنبي وتبوري. شراره لا. لا ياما لا. شراره لا ليه ياما؟ ليه يا اختي؟ شراره كسيب وطالع معاه وهيبقى الفتوه. ولا انت يا اختي لسه غاويه تتشعبطي في حبال زين الدايبه. زين خلاص بح. لا يا ما انا مش هتجوز خالص. انا عايزه اقعد جنبك. جنبي؟ وانا جنبي بيوجعني يا اختي ومش عايزه حد جنبي. عايزه ابقى بطولي. اسمعي يا بت، المره دي انا جاي اخدك على فرحك. المره الجايه عزوز هيجي يدفنك. ان جالك الغصب اعمله بجميله. مش هتجوزه برضه يا ما. لا هتتجوزيه يا بت الكلب. لا مش هتجوزه. لا مش هتجوزه. لا بنت الخدمة، لو كان عزوز شرب السم اللي انت كنت حطهوله كنت هعمل فيك ايه؟ كنت همسكك من رجلتي وعملك شرشوبة بصاحبيك الحارة. انا ادعي على ابني لكن اكره اللي يقول امين. حسابك معايا انت ومراسي بعدين. في يوم خير. مين وكيل العروسة؟ يا مولانا انا اخوها الكبير. انا طبعا انا كبير الحي ده كله. اهلا بالعروس. انا مفيش حد وكيلي ومش هتجوز الجوازه دي اصلا. مش عايزاه يا اخي. ما بحبهوش. حرام عليك انت ما عندكش قلب. كرامه كلام بنات دلع ماسخ. اكتب اكتب. انا مش عايزاه يا اخي. مش عايزه اتجوزه هو بالعافيه. حرام عليك بقى.